السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي، عندي كتاب الملون صفحة 90 وصفحة 91. يونت 7 لسن 1 The School Challenge، تحدي المدرسة. Read the email from Red River School، اقرأ الإيميل من مدرسة النهر الأحمر. To a green tree school، to إلى مدرسة الشجرة الخضراء. subject الموضوع، school challenge تحدي المدرسة. dear green tree school، عزيزتي مدرسة الشجرة الخضراء. please come to our school challenge، رجاء تعالي إلى تحدي المدرسة. we are going to have 4 challenge، هناك 4 تحديات. sports الرياضة، رياضات. english الإنجليزي، math رياضيات، art الفنية. 11 o'clock on Tuesday، الساعة 11 من يوم الثلاثاء. for the April، 4 April. by bus، بواسطة الباص. 1 2 3 roast، يقول لك هذا هناك 3 إشارات للفوز. school challenge cup، كوكوس، رجاء تعالي. please come، رجاء تعالي. help the monsters answer the question، يقول لك ساعد هذني الوحوش واكتب الأجوبة على هذه الأسئلة. What is it؟ It's a school challenge، يقول لك هذا ما هو، شنو هو هذا؟ نقول هو تحدي المدرسة. When is it؟ متى الموعد؟ It's at 11 o'clock on Tuesday for the April. Where is it؟ أين هو؟ It's at Red River School، بالمدرسة النهر الحمراء. How are you going to get there؟ By bus، بواسطة شنو؟ بواسطة الباص. What are the challenge؟ شنو الرياضات؟ يعني التحدي. Sports، English، Maths and Art. Listen and check، دقق و استمع ودقق. هسه صفحة 91، يلا ماماتي. listen and read، استمع وأقرأ. remember، تذكر. كريم and Lena were first one city in their races، يقول لك كريم ولينا هم الأول في السباق، في سباقهم. طارق was first one city in math، طارق هو الأول بالرياضيات. Nadia was first in English، نادية هي الأولى بالإنجليزي. لينا is good at art، لينا هي جيدة بالفنية. هذني يا ماماتي التحديات، هذه الأسماء وهذه الرياضات وهذه الماض وهذه الإنجليزي وهذه الأرت. فعندنا كريم سبورت، والطارق، وهنا عندي نادية بالإنجليزي، لينا بالسبورت، وهنا عندنا your friends، اليو انت، هاي انت بكيفك، your friends الماض. Complete the sentences، أكمل الجمل. كريم is going to do the sports challenge، كريم هو يعني جيد بالسبورتس، بالرياضات. شوفوا هذه. Who is going to do the art challenge؟ I am going to do the maths challenge. My friend the first in the sports challenge.